يا رب إن في صوتي دعاء، وفي قلبي أمنية، وفي كياني ثقة بك، وفي شعوري راحة نفس، لأنني على يقين بمقدرتك وعطفك بأنك ستأخذني لحياة أفضل. ولم أقول علمتني الحياة، فمنك قوتي وتفاؤلي واجتهادي، ومنك الطريق وإليك الطريق، ومن كتابك نتعلم، وعلى نهج نبيك نمضي بالحياة. فقربنا إليك يا رب. إلهي بيدك الأمر كله، علمني أن أتنازل وأن أسامح وأن أتقاضى، ولا تجعلني سببا لضيق أحد. اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا وأمور الآخرة.